مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. دافع إيدير عن أخته نوميديا للزول في مقطع صريح، مفتخرا بأخته ومنوها أنه غير مهتم بالأقاويل والإشاعات السلبية. خوتي هذه سي لا بروميير لا ديرني فيديو اللي راح نهضر على هذا السوجي، خصنا من أول جاي ما راحش نعاود نهضر على السوجي هذا أبي. فيما يخص الفرونجي نتاعي نوميديا، نفتخر بها أنا عمي. ما كاين ني أنت ني أنتي ني حتى واحد يبدل لي رأيي. نفتخر بها كإمرأة، نفتخر بها كأخت، ونفتخر بها كزوجة من أول جاي. سما حتى واحد ما راح يبدل لي رأيي. مادام ربي هو اللي حاسب، مادام ربي هو اللي يمد هو اللي ينحي، والله ما راح نسمح بحتى واحد. نكمل فوش راني ندير وتقولوا عليا واش تقول؟ صدقني بالله يا رحمن ما راح نسمح بحتى واحد والو. ويكون واش يكون، والله ما راح نسمع به. في الواقع اللي رانا عايشين فيه، ما قري رانا عايشين في مجتمع ما يرحمش. ان شاء الله هنا تعرف باللي كان خرج برا ما كاش واحد تجرأ قال كلام ماشي مليح على الفرونجي نتاعي، بالعكس غير يقول لي عندك اخت ألف راجل، عندك اخت فحلة، عندك اخت طيبة في القلب، طيبة في المعاملة، طيبة في بزاف صوالح، بزاف 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 بزاف. راني نشكر لك فيها هكايا، دوك نقول لك علاه. رجعت انا بنعيب، شوف بالنسبة لي انايا رجعتني راجل. كيفاش رجعتني راجل؟ بلي زيكسبيريونس اللي عشتها هي في حياتها، يديرها واش ديرها واش ديرها واش دير. كيما كان الحال درت على رايها، مشيت على قواعد تاوعها ولقيت باللي طرق مليح. يعني ما قد ما هدرت قليله، ولا قد ما هدرت قليله، وقد ما وصفتها لك قليله، باسكو ان شاء الله تكون عندك اخت نعمه. ولا عندك لا عندك دوكا انت ولا انت راك تخسر فيها راك تشوف هذا الفيديو، تكون عندك اخت خويا العزيز، والله العلي العظيم غير نعمه من عند ربي، والله العلي العظيم غير نعمه، غير انا نشهد عليها. باسكو لما كانتش الام تربلاصي على الاخت، الحنان تاع الام الحنان تاع الاخت، شو الحنان تاع الام خويا العزيز؟ تحب ولا تكره، تحب ولا تكره. تسمى من اول جاي سي بون، ما راح نزيد نعاود نريبوندي على حتى واحد، ما راح نزيد سي بون. المهم ما كون فهمتو خاوتي، اخرتها موت، اخرتها ما يدومو غير في عائلكم وفي عائلي. كاع رانا رايحين طريق وحده، كاع رانا رايحين حفره وحده، وكاع حنتحاسبو في نهار واحد. تسمى ما راح يدومو غير في عائلكم، خمولها بك خاوتي، هذا ماك. وهذا السبيسيال مون هذا فيديو شي واحد العبد يا ماهوش مين با عايش في بلادنا اليوم، ما يقدرش مين با يدخل لبلادو خوفا من لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.